السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. صباح الخير بقى. احنا الصبح دلوقتي، طبعا انا منمتش لحد دلوقتي خالص، بطبق كده لحد الصبح، فقلت نعمل الفطار كده مع بعض بما انكم وحشيني جدا، فقلت نعمل الفطار. بسم الله، حطيت كده طاسة وفيها زيت، هعمل اكلة انا عملتها قبل كده كتير على القناة، بس انا طلع اسلم عليكم واتكلم معاكم لاني مفتقداكم جدا. كنت تعبانه الفتره اللي فاتت وما زلت الحمد لله، فايه وبنتي تعبانه، ربنا يشفيها يا رب، يشفي كل مريض ويشفيني. مش قادره اصور صراحه خالص، ومش طالعه ومش حابه اطلع يعني اضايقكم وكده، وتاخدوا مني طاقة سلبية، فأنا بحب أديكم على طول طاقة إيجابية وضحك وهزار وكده. فلما بتكلم معاكم بخرج من اللي أنا فيه فعلا، يعني التصوير بالنسبة لي بيخرجني من أي تعب وأي ضيقة، مجرد ما بصور بحس إن أنا كويسة. يلا خير. المهم دبلت البصلة كده، هنعمل شكشوكة، بس ايه هنضيف لها حاجات كده بسيطة جدا جدا، يعني تكات كده بسيطة عن كل مرة. طبعا احنا ساعات بنعملها بلانشون، وساعات بنعملها بلحمة مفرومة، عملتها قبل كده على القناة بلحمة مفرومة، وعملتها بمرة الطرق التقليدية يعني. بصوا انا حاطة بصلة صغيرة جدا، لان احنا الصبح طبعا ايه مش حمل بصل والكلام ده، فانا دبلتها كده ما خليتهاش لون. تمام، وهنزل كده بطماطم مقطعاها مكعبات على الشكل ده. الطماطم دي انا مقشراها، طبعا اللي متابعني على القناه عارف ان انا ما بحبش اقطع الطماطم مكعبات كده واحطها في الاكل غير وهي متقشره. ليه؟ لما بتستوي بتبقى اللحم بتاع الطماطم ما بيدوب في الاكل وبتفضل القشره، فانا من النوع اللي بيقرف جدا جدا، فانا لو شفت قشره القشره طماطم بقرف قوي، هي طبيعتي للاسف كده. بس يعني حاجه كويسه وحاجه وحشه. حاجه كويسه انه بخلي حاجتي دايما نظيفه واكلي دايما نظيف، ولاي حد يجي ياكل يعني بقى مغمض هو بياكل من ايدي. حاجه مش كويسه ان انا مش باكل من ايد حد، يعني مش اي حد اكل من ايدي، يعني معدودين على صوابعي الخمسه مش العشره اللي ممكن اكل من ايديهم، غير كده ما اعرفش اكل من ايد حد صراحة. حتى في المطاعم يمكن مطعمين بس اللي ممكن اكل منهم، وعشان عارفهم كويس جدا ودخلت المطبخ بتاعهم وعارفه ما بيعملوا الاكل ازاي، وجوانتات بقى وادوات وكده الكلام ده يعني. ومش كتير يعني، كل فين وفين في السنة مرة مثلا. تمام، المهم مش هصدعكم، هنسيب الطماطم كده تاخد وتدي كده مع البصل اللي احنا دبلناه، ونشوف هنعمل ايه تاني. هروح اقشر بطاطس عشان احمر بطاطس جنب الاكله دي، وارجع لكم تاني. يلا بينا. بصوا يا حبايبي، انا كنت طافيه النار، هولعها تاني. بصوا الطماطم سبتها ايه تدبل بس، تمام، علشان تفضل قطع معايا كده واحس بطعمها في الاكله، تبقى طعمها حلو قوي. تمام، بصوا بقى دلوقتي معايا البيض، اكسره اهو دلوقتي. بسم الله، دلوقتي هنزل بالبيض.
اهو. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما قفلت الكاميرا نسيت اقول لكم ان انا حطيت التوابل بتاعتها اللي هي ايه، ملح وكمون وفلفل اسود مطحون. تمام، هقلب كده وهوطي بقى النار علشان البيض يستوي براحته اهو. انا بحب اقلبه كده علشان ما يبقاش قرص. في ناس بتعمل الشكشوكة بتوم، انا ما بحبش كده خالص، بحس ان انا باكل طبيخ كده. ولا ما الشكشوكة دايما معروفة انها ببصل بس، وحاجة بسيطة يعني من البصل لو في الفطار، لو في الغدا ممكن تكتر البصل براحتك، بتبقى بقى على قد افراد الاسرة بتاعتك. هسيب بقى البيض يستوي. تمام، واروح اعمل ايه، انا نسيت هعمل ايه، اروح اجيب خضرة. ودي بقى التكاية بتاعت النهاردة، كل مرة بعمل لكم فيها حاجة مختلفة. يلا شايفين شكلها حلو ازاي، يلا هروح وارجع لكم تاني. ودلوقتي حبايبي خلاص الشكشوكة استوت اهو زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله حلوة جدا وريحتها جميلة. بصوا بقى عندي كزبرة وبقدونس خضر. تمام، فانا بحب الكزبرة وبقدونس جدا، وفي نفس الوقت عايزة اكسر اللون اللي انتم شايفينه في الطاسة ده، فجبت ورقتين كده من الكزبرة على البقدونس. تمام، وهحطهم والبيض سخن كده علشان ياخدوا من ريحة الكزبرة والبقدونس الأكلة دي، فاهمين؟ بصوا الورق بس، لو حاجة بسيطة يعني عودين وعودين مثلا باخد منهم الورق بس، شايفين؟ عايزة اقول لكم بتدي ريحة وطعم حلوين جدا، بس نخلي بالكم بعد ما طفيت النار علشان انا مش عايزة الورق بتاع الكزبرة والبقدونس يستوي، فاهمين؟ عايزاه ياخد ريحة بس. اهو كده انا بقطع الورق من حتى العود الصغير ده عشان ايه، عشان انا مش عايزة ورق ابتدى عيدان خالص. بصوا اهو كده هنقلب بقى كده، عشان يكسر بس اللون وياخد ريحة وطعم زي ما قلت لكم. يا جماعة يعني انا مش لاقية لايكات خالص على الفيديوهات ولا مشاهدات، مالكوا رحتوا فين؟ يعني المدارس بتاخد قوي كده ولا ايه؟ ولا في حاجة غلط عندي في القناة؟ انا عارفة ان قناتي ما شاء الله متنوعة جدا، وده بشهادة ناس كتير جدا، واغلب اللي بيتابعوني دلوقتي. ودلوقتي حبايبي انا قدمت الطبق بتاعنا بالشكل ده، الف هنا وشفا، وغسلت جرجير حلو قوي. دلوقتي بقى هعمل سندوتشات و نفطر بقى بألف هنا وشفا للي شايف، وألف هنا وشفا للي هياكل. وإن شاء الله استنيني فيديو جديد، وأتمنى النهاردة افطارنا يكون عجبكم وفكرتي تكون عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. ودي كانت سندوتشاتنا النهارده، وزي ما انتم شايفين حطيت كده جرجير، وبعد كده حطيت الشكشوكه بتاعتنا، وبالف هنا وشفا. اتمنى النهارده فيديو النهارده يكون عجبكم، وفطار سهل ولذيذ، وبالف هنا وشفا. يلا اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.